there to determine how much longer a forklift truck should remain in service before it is replaced by the new truck اللي هو اسمه Challenger أو New. For which data were given in example 9.4 and table 9.2. The defender in this case is 2 years old, اشتريناه من سنتين, originally cost 19,500, مالناش دعوة بالشطبط عليه, and has a present realizable market value. اهو ده بقى تمام, احنا دلوقتي سعره حاليا 7500. If kept, its market values and annual expenses are expected to be as follows. يعني هو كان من سنتين شارينه وهيعيش كمان 4 سنين, سعره الحالي 7500, لو قعد سنة يبقى 6000, لو قعد كمان سنة 4000, كل سنة عمال يقل 1500. سعره 7500 وكل سنة بيقل 1500. الانيوال اكسبنسز بيزيد, اول سنة 8250, تاني سنة زاد شوية 900, وهكذا 11700 13200, عمال يزيد كل سنة. We'll determine the most economical period to keep the defender before replacing it. If at all, ممكن افضل الاربع سنين كلهم, ممكن سنتين, ممكن ثلاثة, حسب مين المينيمم انيوال وورث with the present challenger. بيقول of the example 9 for cost, the before tax cost capital mark 10%. يبقى عندنا كمان ال I 10%. احد الطرق احنا حلينا ازاي, نرسم اربع مرات, اول سنة 7.5 في عند الزيرو, وعند السنة الاولى احط expenses 8250 واحط selfish 6000, مرة تانية ارسم سنتين, عند البي احط 7.5 والسنة الأولى 8250, السنة الثانية 9900, وبيع ب4500. السنة الثالثة أحط عند الصفر 7.5, السنة الأولى expenses 8250, الثانية 9900, الثالثة 11700, وحط في نهاية السنة الثالثة 3000. الكلام ده عملناه في كذا سؤال. أنا غرضي من حل السؤال ده إن أوريكوا طريقة تانية الكتاب بيحل بيها عن طريق تيبل. في بعض الناس تشتهي ان تمشي على التيبل, تعالوا نشوف مين اسهل. احنا هحل التيبل اهو مره, لكن بيت الاسئله كلها حللها بالكاش فلو دياجرام سنه واثنين وثلاثه وهكذا. تعالوا نشوف التيبل بيتحل ازاي. هحط في البدايه هنا ال 7500 اللي هو الماركت فاليو, يبقى ده الماركت فاليو ات تي بتساوي صفر اللي هو الكرنت ماركت فاليو, وبعدين دول اللي هم شايفينهم 6000 4.5, 3000 1500 اجيبهم من هنا, يبقى شويه دول اللي هم الماركت فاليوز اهم جبتهم من هنا. طب الارقام دي جت منين؟ اللي هي اللوس ماركت فاليو, هقول 7500 ناقص 6000 يديني مين؟ 1500, يبقى ده ناقص ده يديني ده. طب سعره بقى 4.5, اقول ده ناقص ده يديني ده, وهكذا, ده ناقص ده يديني ده, وده ناقص ده يديني ده. سهل, يبقى بخسر قد ايه في الماركت فاليو؟ هو كان 7.5 6 4, يبقى خسرت اهو 1500 1500 كل سنه 1500, ممكن طبعا تختلف. طب بعدين العمود دلوقتي ده العمود الاولاني السنين, العمود الثاني الماركت فاليوز نقلتها زي ما هو اداهاني, العمود الثالث عملية طرح ده ناقص ده, سهل الموضوع. طب العمود الرابع, العمود الرابع هاخد 10% من قيمة الماركت فاليو, يعني 10% من 7500 750, يبقى هنا هقول 0.1 اللي هو الاي يعني ضرب الماركت فاليو, بس الماركت فاليو السنة اللي قبليه, يعني 750 دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن 10% في 7500, وال 600 10% في 6000, اخر واحدة دي 10% في 3000. يبقى عرفنا العمود الرابع. العمود الخامس اجيبه من هنا, اخد الشوية دول واجيبهم زي ما هم اللي هم من التكلفة السنوية. طب العمود السادس مجموع القيمة دي اللي هي 1500, خلينا نقول بقى كده اللي هي 3 الخسارة في الماركت فاليو و تكلفة الفلوس اللي هي 10% من الماركت فاليو والتكلفة السنوية اللي أنا جبتها من هنا, أجمعهم 1500 7500 يبقى 2250, يبقى 10.5. طب هنا 1500 مع 600 2100 مع 9900 يبقى 12000, يبقى ده
زائد ده زائد ده يساوي ده. اول سنه طلع 10500، هذه التكلفه بتاعت اول سنه. طيب تاني سنه طلع 12000، تالت سنه طلع 13650، ورابع سنه 15000. طيب عشان اجيب بقى القيم دي اللي انا بجيبها اصلا في المسائل التانيه من الكاش فلو، هعمل ايه؟ الانيوال ورث بتاع اول سنه هو نفسه، لكن تاني سنه لا. اجمع، بص شوف المعادله دي، هقول سيجما الرقم ده اللي هو تي سي كي في بي جيفن اف، اجيب لي ده بي جيفن اف وده بي جيفن اف، وبعدين اجيب لهم ايه جيفن بي. يعني خلينا نقول الانيوال وورث 10% لسنتين، هقول كده ماينس 10.5، بصوا كده في A given، لا آسف B given F ل10% وسنة، زائد يعني آسف يعني هو طبعا كله تكلفة، فماينس 12000 B given F 10% وسنتين. كل الكلام ده زي ما انتم شايفين مضروب في A given P 10% وسنتين. تعالوا نشيك كده عشان نشوف الرقم ده ازاي طالع. العشرة 500 نقلتها من هنا، والاتناشر نقلتها من هنا. لو كان السنة التالتة كنت قلت كمان ماينس 13650 في بي جيفن اف 3 سنين، وايه جيفن بي 10% 3 سنين. احنا بنحسب سنتين، الرقم ده يرجع سنة، الرقم ده يرجع سنتين، ده تلاتة ده أربعة، سنة اتنين وهكذا. طب بي جيفن اف 10% لسنة 90 91، بي جيفن اف 10% وسنتين 82 64، اي جيفن بي بوينت 5 انا قدام الجدول 7 6 1 9. تعالوا نشوف الرقم ده هيطلع ازاي. هقول كده ماينس 10، طبعا كله بالماينس بس هو شايل اشارة الماينس، 500 في 90 91 ماينس 12000 في 8 2 6 4، طلع الرقم اضربه في بوينت 5 7 6 1 9، هتلاقوا ان طلع سبحان الله ماينس 11214. طب لو حابب اكرر مثلا 3 هعمل ايه؟ هقول بصوا بقى معايا، مش هكتبها ولا حاجة، هقول ماينس 10500 نفس ده بالظبط في 90 91 ماينس 12000 ضرب 82 64 ماينس الرقم التالت 13650 ضرب في الجدول 75 13، طلع رقم هضربه في ايه جيفن بي 10% 3 سنين اللي هو 40211، هتلاقوا الرقم 11949 او 950 اللي هو ده. يبقى معنى كده نحسب ده مرة ده مرة ده مرة، في الاخر ناخد الاصغر. مين الاصغر؟ نختار الاقل ثم نختار الاقل. طبعا احنا شايفين الاقل 10500، يبقى احسن حاجة للفورك ليفت احتفظ بيه سنة وبعدين اتخلص منه واجيب فورك ليفت جديد.